ومتابعة لهذه العملية الجديدة وما كشفه المرصد السوري، معنا مباشرة من كوفنتري في المملكة المتحدة مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. كنت أول من أعلن استهداف هذه المخازن لحزب الله وميليشيات إيرانية من قبل الطيران الإسرائيلي في ريف دمشق. كيف يمكن قراءة التسلسل الزمني، ما حصل في السابق وهذه العملية الجديدة وتدمير عتاد عسكري؟ نعم، صباح الخير. طبعا هذه العملية تأتي في إطار يعني التصعيد الإسرائيلي الجديد ضد مستودعات الذخيرة التابعة لحزب الله. ذات المنطقة قصفت قبل 48 ساعة. لم تكتفي إسرائيل بتدمير مستودع واحد، ولكن على ما يبدو لديها بنك أهداف في هذه المنطقة القريبة جدا من الحدود السورية اللبنانية، أي المنطقة يسيطر عليها حزب الله. جرى تدمير مستودع ثاني أيضا في جبال القلمون القريبة من الحدود اللبنانية، والتي هي أيضا على مسافة قريبة جدا من منطقة يبرود التي يسيطر أو يتواجد فيها حزب الله وفي محيطها. الواضح بأن إسرائيل عادت إلى ما كانت عليه قبل 4 أشهر، أي استهداف مستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله اللبناني. ولكن دعنا نقول، هل هذا السلاح وصل مؤخرا إلى تلك المنطقة؟ لا، على الإطلاق هذا السلاح موجود في هذه المنطقة، مخزن في هذه المنطقة. ولكن على ما يبدو إسرائيل إما هي أرادت استئناف العمليات العسكرية ضد المستودعات الآن، أم وصلتها معلومات عبر عملائها على الأرض بأن حزب الله لديه مستودعات داخل جبال القلمون وفي هذه المناطق تحديدا. قد نشاهد غارات أخرى خلال الساعات القادمة، ولكن واضح بأن الآن بنك أهداف المستودعات الذخيرة التابعة لحزب الله هو ضمن المخطط الإسرائيلي الحالي. الذهاب إلى استهداف هذه المستودعات، الحديث بأن الغارات الإسرائيلية قد تستمر في ريف دمشق، ربما الكشف عن بنك أهداف أيضا في سوريا على ما تبعنا منذ قليل مع مراسلتنا من بيروت؟ نعم، بشكل قطعي. هو يتعلق بقضية إذا ما يعني المنطقة المقابلة ليبرود هي مناطق بعلبك والهرمل التي يسيطر عليها حزب الله اللبناني، أي أن حزب الله يسيطر على جانبي الحدود ويتخذ من هذه السلسلة الجبلية مستودعات له يخزن فيها السلاح. دعني أقول لك، قد تكون المستودعات التي دمرت اليوم وقبل 48 ساعة قد استغرق حزب الله يعني أشهر طويلة لكي يخزن هذا السلاح فيها الذي وصل من إيران، ولكن إسرائيل في لحظة واحدة دمرت كل هذا المخزون الذي استمر أشهر بتخزينه في هذه البقعة الجبلية. لكن دعنا نؤكد وبشكل قطعي بأن إسرائيل لديها عملاء كسر على الأرض يعطونها الأهدافيات، أين يتواجد عناصر حزب الله وأين يتواجد سلاح حزب الله داخل الأراضي السورية. مباشرة من كوفنتري من المملكة المتحدة، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.